بدعوة ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تستضيف مملكة البحرين في 6 و7 مارس الجاري اجتماع مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يناقش المجلس الذي يضم في عضويته الرؤساء السابقين للجمعية العامة ومن بينهم معالي الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة عضو المجلس رئيسة الدورة 61 للجمعية العامة القضايا الرئيسية المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الصلة، ومن بينها الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك انطلاقا من دور المجلس كمنتدى قيادي دائم لتعزيز التعددية والتعاون الدولي بهدف ترسيخ أهداف الأمم المتحدة وفي مقدمتها حفظ الأمن والسلم الدوليين.